هل تعتقد أن هنالك أطرافا في العراق الآن يجب أن تتم أيضا إدراجها ضمن العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية في المرة الأخيرة التي تحدثت فيها معك؟ أنت قلت فعلا بأنه يجب وقمت بتشجيع إدارة بايدن للقيام ببعض العقوبات، وفعلا في الأسبوع الذي تلا المقابلة كانت هنالك عقوبات لسبب ما، هنالك إذن صاغية للكلام الذي طرحته، وبالتالي النقطة الأساسية هنا هل تعتقد بأنه لا زال هنالك المزيد من المفترض أن يتم في طبيعة أداء الخزانة الأمريكية على المستوى العراقي تحديدا؟ لا يمكن أن أتحيز نوعا ما فيما يتعلق بما قد يحدث مستقبل فيما يتعلق بالعقوبات، ولكن أعتقد أن هناك بعض العراقيين الموجودين على القائمة ما بين وزارة الخارجية والخزينة الأمريكية تماما كما هو الحال مع دول أخرى، وإعداد هذه القائمة يستغرق وقتا طويلا نوعا ما، وإحضار جميع الأدلة والبراهين والإثباتات يستغرق وقتا، وهناك الكثير من عمليات التحقيق والمحامين الذين يقضون وقتا على أمور من هذا النوع. أقول لكم هذا الأمر ليس بسر، ولكن العراق هي من بين أكثر الدول التي تعاني من الفساد على وجه الأرض حاليا، وهذا الأمر أثر سيء على الشعب العراقي، على اقتصاد الدولة وعلى الفرص المتاحة أمام الشعب العراقي والأشخاص المنخرطين في عمليات الفساد هذه. يجب أن يتم ذكر أسمائهم، يجب أن يتم تعيينهم، حتى إن لم يكن لهذا الأمر أي تأثير على أوضاعهم المالية كأشخاص، إلا أنه يجب أن نجعل الجميع واعي تماما على الأنشطة التي ينخرط فيها هؤلاء الأشخاص، إلا أن هناك أشخاص مثلا مرتبطين بعمليات انتهاك لحقوق الإنسان وقتل المتظاهرين وما إلى ذلك، وهؤلاء الأشخاص أيضا برأيي يجب أن يتم ذكر أسمائهم، وهناك الكثير من الأشخاص الذين قد تذكر أسمائهم الولايات المتحدة، ولكن كما ذكرت مسبقا العملية تستغرق وقتا، والأمر له علاقة بقدرات الأشخاص الذين يعملون في الخارجية والخزينة، ولكن أنا أشجع حكومة بايدن لأن تمضي قدما في هذا السياق حقيقة، فبرأيي هذا أمر أو الناس يعتقدون أو الشعب قد يعتقد أن هذا الأمر مسيس نوعا ما، ولكن الأمر ليس كذلك. لا يهم ما تتحدث بشأنه الحكومة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق باتفاقية معينة، بغض النظر عن كل هذه الأمور يتوجب على الولايات المتحدة أن تذكر الأمور بصراحة حول ما يحدث في العراق، ويجب ألا تجمل أي شيء، ويجب ألا تقلق أبدا حيال الأثر الذي قد يترتب عن ذكر أسماء أشخاص بعينهم. بالعودة إلى الحديث إلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي، الأوساط الأمريكية كانت واضحة بأن هذا يعني محاولة الاغتيال لأكبر شخص وأهم شخص في السلطة التنفيذية، يوضح تماما بأن كل المسؤولين في المنطقة الخضراء معرضين إلى الخطر، وهذه العملية السياسية أوجدتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2003. هل الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بقلق بطبيعة المستقبل، الحكومة القادمة، وضعها الأمني؟ هل هنالك نظرة قلقة بأن هذه العملية السياسية قد تضرب في أي لحظة من اللحظات وتتغير الأمور وتصبح كوضع اليمن على سبيل المثال كما يتحدث البعض، وكما تهدد بعض الأطراف التابعة للميليشيات؟ يعني كيف تنظر أنت إلى هذا الأمر؟ التكنولوجيا تنذر بالكثير. إيران لها حلفاء وممثلين ومندوبين في دول أخرى، وهؤلاء الأشخاص يتم تزويدهم بمجموعة معقدة جدا من الأسلحة والطائرات من دور طيار خطيرة للغاية، وهذا يدل على وجود قدرات هائلة لديهم، وأنا أعتقد أن الطائرات المسيرة هذه تعتبر تهديدا كبيرا ليس فقط على الحكومة العراقية والتي تتخذ خطوات صعبة للأمام، وهذا قد لا يصب في مصلحة إيران، ولكن حتى في المنطقة بأكملها.
الحاجة للحماية أمر متزايد نوعا ما. الكثير من الدول في المنطقة بدأت تسعى للحصول على تكنولوجيات جديدة لكي تتمكن من مواجهة الطائرات المسيرة هذه، إلا أن هذا نعم هذا مثار قلق لواشنطن، أن نرى أن هناك طائرات مسيرة مثلا تهاجم قواعد أمريكية، وطائرات مسيرة من الجانب الإيراني تهاجم قواعد أمريكية في سوريا كما حدث في الأشهر القليلة الماضية. هذه الأسلحة بدأت تغير أدوار اللعبة، إذ أن التكنولوجيا بدأت تلعب دور رئيسي هنا، وأعتقد أن علينا إيجاد طريقة أفضل للتعامل مع هذا التحدي، إلا أن هذا أمر يعتبر الإيرانيون مسؤولين عنه بشكل مباشر. ممكن أن نقول أننا لا نتحكم بوحدات الحشد، هم أصدقاء وليسوا ممثلين لنا، إلا أنهم لا يمتلكون القدرة لأن يدعوا هذا، فهم الذين زودوهم بهذه الأسلحة، وهم الذين زودوهم بالذخائر وبالأموال بالتدريب بالتكنولوجيا، إذن هم المسؤولين في نهاية المطاف، ولا يمكنكم أن تزودوهم بكل هذه الأسلحة والمعدات والتجهيزات وبعد ذلك تقولوا هذه ليست مسؤوليتنا. إذن مرة أخرى أقول أنه بدأ الآن، أصبحت الآن هذه مسؤولية على المجتمع الدولي أن تجعل إيران تتصرف بطريقة معينة تثير الاستقرار وليس